وخلال المؤتمر الصحفي قالت شوكا إن جلسة المباحثات تم التطرق فيها للتعاون في بعض المجالات، وكذلك بحث كافة السبل لمزيد من العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية. وأنا على ثقة أننا سوف نستمر في تناول كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على كافة الأصعدة، وسوف نسعى إلى مزيد من التعاون لضمان تلبية كافة المتطلبات لكلا البلدين، وتحقيقا لتلبية كافة المتطلبات والكميات التي تطلبها مصر، وسوف نفعل قصارى جهدنا لتجنب الأزمة الغذائية، وسوف نرى ونسعى لكافة الفرص لتوفير كافة الاحتياجات المصرية لتعويض كافة الجوانب التي تعاني من النقص والعجز، وسوف نؤكد على قيام دولة رومانيا بدورها في تعزيز التعاون مع مصر والقارة الإفريقية.